المكان في 57 في فرنسا، جات جمعت الناس هنا تبحث على أول خلية للثورة في المنطقة هنا، منهم الحاج خليل حكموه، وفيهم وكاين ضيف لي عبد القادر مات في الحبس، جند ومات في الحبس، قبضوا فرنسا، مات في جلفة الله يرحمه ويرحم الشهداء. وخليل خرج من الحبس راح يتجند، كسع مزال كان يخدم في المنظمة المدنية قبل ما يجند، وهزوا مجموعة كبيرة منا معروف منهم الحاج خليل ربي يرحمه عليه، وهذا أول دخول الفرنسيين في بالعراف هنا للقرية هذه، يعني ما كانش فيها لا كازيرنا لا بوسطة لا طريق، لا جو جي مفاجئ، يعني اللي حكموه ما طلعوش حتى القروس، سي أحمد هما جاو على جلسة أحمد طالب ربي يرحمه ويرحم الشهداء، هو قاعد في القروس في القهوة ويقول لهم معرف فرنسا واش دور في العامري، ما على بالوش بالرام جاو حوسوا عليه، قالوا لهم العامري، جاو للعامري القروس يستمى كان ما يسماش، ما فيه قرية ما فيه والو، كانت الدشرة هنا العامري. وهذا ما نقول لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مكان نقلوا مجموعة من